الشعب يأمر. الفرق بين الحركة والحملة، الحملة بتتعمل لوقت معين وتنتهي بعد ما تحقق هدفها، سواء بنسبة 100% أو بنسبة أقل، زي مثلا حملة تبرع بالدم، حملة بناء مليون وحدة. فإحنا عملنا حملتين، الحملة الأولى اللي هي حملة استجب، اللي هي الأمر للمشير السيسي بالترشح للرئاسة، كان ساعتها فريق أول أمره اللي يترشح لرئاسة الجمهورية، لأن الاحتياج الوطني ليه، لأن الوطن ينزف ومحتاج حد يلم الدنيا. والحملة دي انتهت باستجابته بنسبة 100% كده، احنا كده نجحنا. عملنا الحملة الثانية، الحملة الشعبية لدعم السيسي، ان شاء الله 4 أيام لما تنتهي بنسبة نجاح 100% بإذن الله ويبقى هو رئيس مصر، هنخش بعدها اللي احنا قلنا الحملتين، حملة اختيار النائب وحملة ضد الفساد. هنشوف برضه، هنقول لكم فكرتها ايه بالظبط، نبقى مسؤولين عن تحقيقها بالخطوات اللي هي تقول احنا يعني انتوا تبقوا متابعيننا فيها وتبقوا رقباء علينا، تقول لا انتوا كنتوا قايلين كذا وعملتوا كذا، تبقوا انتوا رقباء علينا. واحنا بندعو ان شاء الله رب العالمين، بنستغل وبندعو ان شاء الله رب العالمين كل شعب مصر الاحتفال باذن الله لما يجي المشير السيسي الرئيس، يبقى نبدا حياتنا بالاحتفال يوم 5 يونيو، الجمعه 5 يونيو. وادعو كل مصر في خاطر ننهي بقى موضوع النكسه ده، خلاص مفيش في 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 فرح ان شاء الله رب العالمين، نبدا حياتنا بفرح عشان يبقى يوم 6 يونيو دقه ساعه العمل. ندعو في ميادين مصر كلها، الناس كلها تنزل تحتفل باذن الله رب العالمين. في حد ترشح وجاب الخطوات، مثلا جاب الكذا الف توكيل اللي هي مصوغات الترشيح دي، وحد منعه؟ دي مالهاش دعوه بالديمقراطيه، ولكن ارى ان دي افضل من بعد 25. لما تبقى قدامك 13 مرشح يبقى قدامك 2، ال 13 انت ممكن فاهم انت تختال بيهم، يعني ما انتش عارف ده ولا ده ولا ده ولا ده. انما قدامك 2 انت عارف، وشفت ده وشفت ده وجربت ده وجربت ده. وان كان بقى بعض الناس بيروا ان، بس دي بتبقى قليله جدا، ان لما يبقى في 2 بس بتبقى في مشكله، ان حتى لو واحد مش عايز ده مش هيضطر يدي الواحد منهم. فهنعتبر نفسنا في اعاده، ما واحنا في الاعاده هيبقى في 2 في الاخر، ما فيش لازم في حد يكسب، لازم ما ينفعش الماتش يخلص تعادل، فلازم في حد يفز عشان الناس بتقول هنقاطع. يعني ايه هتقاطع؟ دور اختار حتى بالنسبه لك انت الذي ترى من انه اقل ضررا، يعني تقاطع دي يبقى انت مالكش حق تتكلم في البلد بعد كده.